الرحيم، السادة النواب، السادة العمداء، السادة أعضاء اللجنة العليا لفرع الخرطوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا شعرنا بالسعادة البالغة عندما تلقينا الخبر من رئاسة الجمهورية بعودة فرع جامعة القاهرة إلى الخرطوم مرة ثانية، وهي سعادة اشترك فيها كثير من الزملاء. بمجرد إعلان الخبر جاءني العديد من الاتصالات من الزملاء ليعبروا عن سعادتهم وليعبروا عن رغبتهم في التعاون والاشتراك في التدريس في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم. في الحقيقة ده بيعبر عن إيمان جامعة القاهرة بالعلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب السوداني. في الحقيقة نحن شعب واحد، عملة واحدة لها وجهان. الروابط ليست فقط روابط تاريخية تعود إلى ما قبل التاريخ، دي روابط دم، روابط الاشتراك، ناس بتشرب من نفس النيل، من نفس المياه، ناس بتاكل من نفس الأرض، الأرض الواحدة اللي كونها نهر النيل. كل المراحل التاريخية بتشير إلى أن مصر جزء من السودان والسودان جزء من مصر، وإخواننا السودانيين عايشين معانا في مصر مندمجين، ما فيش حد بيقدر يفرق بين السوداني وبين المصري خالص إلا لو بص في الـ في الـ في الهوية بتاعته، البطاقة بقى أو الجواز السفر، لكن من حيث الشكل ومن حيث اللغة ومن حيث المشاعر والتوجهات كلها واحدة. فرع جامعة الخرطوم كما تعلمون أنشئ سنة 56 في إطار حركة صعود مد الوحدة العربية، وأنشئ الفرع على أساس قوي واتسع وعمل عبر العقود المختلفة بكل قوة، والحمد لله كتير جدا من القيادات السودانية وأصحاب المناصب الرفيعة في السودان وفي المؤسسات الدولية من أصل سوداني خريجي فرع جامعة القاهرة في الخرطوم. ورغم أن الفرع تجمد عمله من التسعينيات وحتى الآن، فهذا التجميد تم للفرع في العاصمة الخرطوم، لكن في الحقيقة مصر كانت حريصة على استمرار الفرع، والفرع عمل عبر أكثر من 20 سنة في مقره بحرم جامعة القاهرة هنا. الفرع استمر، هيئة التدريس مستمرة، السادة العاملين، كل سنة بنقبل طلاب سواء من السودان أو من جنوب السودان، عندنا أكتر من 1000 طالب الآن بيدرسوا. جميع ولادنا من السودان أو جنوب السودان أو الدول الأفريقية حتى بعد جائحة كورونا إحنا ما فرطناش فيهم،